معروف لبنان بجمال غاباته وتنوعه البيولوجي الكبير. في حوالي 40 نوع من الأشجار الموطنية بالغابات اللبنانية، نذكر منها سنديان، لزاب، أرز، نجاس بري، قيقب، قطلب، زمزريق وغيرها. هالشجر أصله بذرة صغيرة تنتج الشجرة آخر كل موسم من خلال الدورة الطبيعية، وبتنبت وبتكبر لتصير جزء من الغابة. وكل ما كانت الغابة غنية وبتحتوي على أصناف متنوعة من الأشجار، كل ما زادت قدرتها على مقاومة الأمراض والتحديات والتغيرات المناخية. هيك الغابات بتجدد نفسها وبتكبر طبيعياً وبتشكل مصدر للحياة والاستمرارية. تتقدر تعيش الأرز لازم يكون في بربريس حدة اللي هو شوك يلي ما بيسوى شيء بالنسبة لنا، بس إذا هودي من موجودين ما بتقدر شجرة الأرز تعيش. هنا بنسميه المجتمع النباتي. بسبب التغير المناخي وغيرها من الأسباب مثل الحرائق والتوسع العمراني غير المنظم، صرنا عم نلاحظ تقلص بمساحات الغابات بلبنان، وعلى المدى الطويل يلي صار مش كتير طويل صرنا عم نواجه تهديد حقيقي بالانقراض لبعض أصناف الشجر والغابات. تبدل الظروف المناخية اللي عم يشهده كوكب الأرض عم بيخرب الشروط الضرورية لإنبات بذور الأشجار ونموها. كل نوع شجر بحاجة لشروط مناخية معينة حتى تنبت البذور وتكبر. كوز الأرز مثلاً بيحتاج حتى يفتح وينشو البذور بشكل طبيعي لفترة معينة من الجليد، وبتحتاج البذور لفترة من التلج حتى تنبت بالربيع، كما أنه بتحتاج لأمطار ورطوبة بأواخر الصيف حتى تبقى عايشة، ولكم ساعة من الضباب اليومي لتتمكن من مقاومة الجفاف. إذا غابت وحدة من هالعوامل ما بصير في تجدد طبيعي لغابات الأرز، وهيدا يلي عم نشهده بالسنوات الأخيرة. كواز الأرز بيكونوا عادة بالطبيعة يعني بالأحوال المناخية العادية بيكونوا جاهزين بكانون أول كانون تاني. نحن اليوم بنص حزيران وهذا الوقت منه طبيعي لتحويش كواز الأرز. من هون فينا نكتشف أهمية جمع البذور وإنتاج الشجيرات من كل هالأصناف الموطنية بالمشاتل المختصة، لنرجع نزرعها بالغابات والمناطق اللبنانية المناسبة لكل صنف. هيك منكون عم نساعد الغابات تجدد حالها وتواجه تحديات التغير المناخي، لنجرب نضمن استدامة غاباتنا واستمراريتها. هون ماسكين بإيدنا أرز اللبناني بس ثلاث أعمار مختلفة، هيدي الصغيرة عمرها شي 6 شهور إذا بدنا، هيدي سنة، وهيدي حوالي 2 وشي 3 شهور. عملية جمع بذور الأشجار الموطنية بتبلش بفصل الخريف، منروح على الغابات ومنقطف البذور الناضجة من الأشجار القوية والصحية وبكميات كافية لإنتاج العدد المطلوب من الشتول. من بعدها نتوجه على المشتل، المكان يلي منستخرج فيه البذور الأفضل ومنحتفظ فيها لحين وقت زرعة، إلا إذا كانت من البذور يلي بتحتاج تنزرع فور قطفة مثل أنواع السنديان. كل نوع بذور إلها طريقة خاصة بالمعالجة بحسب طبيعتها قبل زرعها وإنباتها، وهذا اختصاص المشاتل المختصة لحتى تعالجها. هو البذر بعد معالجة البذور منزرعها بالتربة الجيدة وبالحوايات الخاصة، ونتأكد إنها قوية وقادرة على الصمود بوجه كل ما بتتعرض له الشتول البرية بالطبيعة. هاي على فكرة اللقطة مش بس شعرية، إلها غرض بالتربية الصنوبر. يعني الصنوبر منعاني معه بآخر مرحلة من العمر قبل ما يروح على التشجير، هي منسميها مرحلة التأسية، منقسيه بأنه نحركه لحتى كل ما تحرك أكتر كل ما الخشب تبعه قسي أكتر. بس يصير عنا عدد كافي من الشتول ننقلها بطريقة آمنة لموقع التحريج بمواسم الزرع، ونتأكد من زرع على الأصول لضمان أفضل نسبة نمو، ومنتبعها قدر المستطاع، ونتأمل أنه تتأقلم بنجاح لتمها وتصير شجرة وتنضم لثروة بلدنا الحرجية.
غابتنا ثروة لا تقدر بثمن، غير أنه أرزها رمز بلادنا. هي مصدر للهواء النظيف، لمية الشرب، للغذاء الصحي لمجتمعاتنا، وغيرها كتير من الفوائد اللي بتعطينا إياها. من وجباتنا ومصلحتنا نحافظ عليها ونهتم فيها، لتحافظ علينا وتهتم فينا. وجمع البذور تعتبر محطة أساسية بعملية توسيع الغابات بلبنان والمحافظة عليها، وبتلعب المشاتل دور أساسي بهالمهمة.